اخر العاب التحدي بتكون معانا هي فرقعات البالونات. ما بعرفش اتوقع مين اللي هيكسب خالص. هنشوف مع بعض كده وهنشوف برضو التشجيع مع بعض كده ولا ايه؟ نشجع بقى بقوه جدا بنات، ما حدش يتحرك غير لما اقول له، ونقول ريدي ستيدي جو. حلوه قوي يا ليلى، ورا بس مسيطره. ايوه الله يا ليلى، خطوه يا ليلى، خد بس كده، بس كده مكانك بقى يا ليلى. يلا يلا ركزي يا لولا، ركزي يا جوري. ايوه لا لا لا، جوري من مكانك لسه. ها اطلعي قدام يا ليلى. ها لا لا لا، ما حدش يقول لا اطلعي قدام غيري. يلا يا ليلى اطلعي قدام بقى يا ليلى، هنا بس هنا. يلا يلا يا جوري خطوه بس هنا. يلا يلا يا لولا، يلا يا ليلى، يلا يا ليلى، يلا يا ليلى، يلا يا ليلى اقوى. ماشي اقوى يا ليلى ونشني. ايوه يا ليلى اللي بعده يا ليلى. برافو جوني، ممكن تكسبي، بيبقى في المرحله دي يكسبوا. خطوه بقى بس هنا يا ليلى، بس هنا من عندك بقى، من عندك بقى. يلا يا جوجو انا محتاجه دارك مفيش. يلا خديها من الارض. يلا 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 يا ليلى. كسبت في التحدي ده. تعالوا نروح على طول على بلاي ستيشن نشوف مين هيعمل ايه بقى على طول. ايه ده؟